بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 45 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يرغب منكم يا شيخ أن تفسروا الآيات الكريمات في قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله أصحابه أجمعين. هذه الآية فيها بيان مواقيت الصلاة مجملا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، هذه صلاة الظهر، إلى غسق الليل لصلاة العصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. هذه مواقيت الصلاة إجمالا، وقد بيّنتها السنة النبوية تفصيلا، بل تراجع في بلوغ المرام وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت مرام التي أرسلت بمجموعة عن بعض الأحكام المتعلقة بزوجها المتوفى تقول: شيخ، هل للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تتقبل العزاء من أبناء عمها وخالها وذلك بالهاتف؟ لا بأس بذلك، إذا اتصلوا عليها وعزوها ودعوا لها وللميت هذا شيء حسن لا محذور فيه. نعم. تقول: إذا مات الزوج ولم تعلم الزوجة إلا بعد شهر من موته، هل يحسب الشهر من أيام العدة، ومتى تدخل في ذلك؟ نعم، العدة تبدأ من وفاته ولو لم تعلم، تبدأ العدة من وفاته ولو لم تعلم، تكمل 4 أشهر و10 أيام عدة الوفاة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: بالنسبة للمعبرين في وسائل الإعلام كثروا في زماننا هذا، فهل لهم أن يحددوا أيضا هذه الرؤى ويحددوا وقوع تفسيرها ووقوع مكانها مأجورين؟ هذا من العبث ومن التصرف السيء، عملوا في تعبير الرؤى مثل ما عملوا في الفتوى، صارت الفتوى ألعوبة عندهم تسابقون إليها، كذلك تعبير الرؤيا صاروا يتسابقون إليه أو يأخذون عليه أطماعا من المواقع أو من الإذاعات وسائل الإعلام، يأخذون أطماعا في مقابل ذلك، لأن المتصل يفرض عليه مكالمة مقابل المكالمة من النقود، هذه المكالمة تثمر لهم ولأصحاب هذه الإذاعات أو هذه وسائل الإعلام، هي أصبحت متاجرة وتلاعب بالرؤيا التي هي حق، رؤيا حق، ومنها ما هو حديث نفس ومنها ما هو من الشيطان، ما كل رؤيا لها تعبير، فيجب أن الرؤيا تحترم، ويجب أنه لا يؤولها إلا من هو متأهل لذلك، ولا يجوز أن تجعل ما موردا للكسب أو للمفاخرة أو لظهور الشخصيات الذين يعبرون الرؤى يريدون أن يظهروا شخصياتهم على الناس، فهذا مجال لا يجوز التلاعب به، وأيضا هذا فيه محذور وهو التشويش على الناس، الناس يصابون بالوسواس، وكل من رأى رؤيا ذهب يعبرها، وربما تعبر بتعبير مخيف، يحصل عند الناس إرجاف ويحصل عند الناس تخويف. نعم، أحسن الله إليكم. هذه أم محمد تقول: ما الحكم في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأن ذلك خطرا عليها وعلى جنينها ولأجل الحمل، فخالفت أقوال هؤلاء الأطباء وعملت فأسقطت الجنين ميتا من أثر التعب في الشهر الخامس؟ نعم، إذا كان الأطباء نهوها عن العمل وأنه
يؤثر على الجنين فخالفت وتسبب عملها في إسقاط الجنين يكون عليها الإثم ويكون عليها دية الجنين ويكون عليها صيام شهرين متتابعين كفارة. نعم. هذا السائل أبو محمد يقول: دخل أخي الشاب وعمره 18 عاما دخل المستشفى وقد ترك الصلوات مدة دخوله لمدة أسبوع، وعندما خرج بدأ يصلي هذه الصلوات مرتبة، هل له ذلك وهل تقبل الصلاة؟ هذا لا يجوز، والمسؤول عن ذلك درجة الأولى هم القائمون على المستشفى حيث لم ينبه المرضى بما يجب عليهم. الصلاة لا تؤخر عن وقتها، لكن يصلي المسلم على حسب حاله، المريض صلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. إذا كان يستطيع استعمال الماء للوضوء استعمله، وإذا كان لا يستطيع يتيمم بشيء عليه غبار طاهر ويصلي. وإذا لم يحضر عنده ماء ولا تراب وليس عنده أحد وحضرت الصلاة خشي أن يخرج وقتها، يصلي على حسب حاله ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم. المهم لا يترك الصلاة يخرج وقتها، بل يصلي على حسب حاله، ولا يقول إذا خرجت من المستشفى أصلي، هذا تفريط وهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، تقدم شاب لابنتي ودفع المهر وهو شاب صالح، فأخذت نصف المهر، هل للوالد أن يأخذ نصف المهر؟ لا بأس بذلك، ولكن يراعي مصلحتها ولا يضرها. إذا كانت تحتاج هذا المهر لحاجتها فإنه لا يضايقها ويضارها، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس به، أو هي سمحت: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن حكم استعمال العزائم في الرقية، وهي التي تكتب بالزعفران ثم توضع في الماء وتشرب، وكذا ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟ كل هذا جائز، والنفث في الماء والرقية فيه وردت في السنة، وأيضا كتابة الآيات ثم تمحى الكتابة، كتابة الآيات على شيء طاهر ثم تمحى الكتابة ويشرب محوها للمريض، هذا أيضا لا بأس به، وقد أفتى به السلف الإمام أحمد وغيره. نعم. لأنه داخل في معنى الرقية. نعم. ما حكم قول الكثيرين عند التوثيق: في ذمتي أن تفعل كذا؟ في ذمتي ليس من الأيمان، لأن الأيمان يمين لها حروف وهي الواو والباء والتاء، لو قال بذمتي سير يمين، ما في ذمتي يعني التزام، هذا ألتزم لك في ذمتي كذا وكذا، ألتزم لك في ذمتي هذا الدين أو ما أشبه ذلك، كفالة مثل نوع الكفالة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا نوى المعتمر الدخول في الإحرام بقصد ونسي أن يقول لبيك اللهم عمره عند مروره بالميقات، فما الحكم؟ إذا نوى الدخول في العمرة عند مروره بالميقات كفى، وهذا هو الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأما التلبية فإنها سنة، إن حصلت ففيها فضل وإن لم تحصل فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. هل مؤخر الصداق فضيلة الشيخ يمنع وقوع الطلاق؟ لا يمنع وقوع الطلاق، لكن يجب على الزوج المطلق أن يدفع المؤخر ولو طلقها، لأنه دين ثابت في ذمته لزوجته فلا يسقطه الطلاق. نعم. الجوال المحتوي على القرآن وعلى الأحاديث هل يسمى مصحفا؟ لا، يسمى جوالا وليس مصحفا، ولا يأخذ أحكام المصحف. نعم. فضيلة الشيخ يقول: كثرت في وقتنا الحاضر القنوات الهابطة، وتساهل بعض الآباء في متابعة أبنائهم، فحدثونا عن هذه القنوات الهابطة وخطر هذه على العقيدة والأخلاق. نعم، هذه من المصائب ومن الفتن التي حدثت، وعلى المسلمين أن يحذروا منها ويحذروا، وعلى الوالد أن يبعدها عن أولاده وعن بيته حفاظا على نفسه وعلى من في بيته، لأنهم رعية في ذمته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته كما في الحديث. نعم. هذا السائل يقول: بعض الناس فضيلة الشيخ يقوم بسب الريح، فما توجيهكم بذلك؟ لا يجوز هذا، وجاء النهي عن ذلك،
لأن سب الريح سب لله جل وعلا الذي أرسلها. الريح مخلوقة ومدبرة ومأمورة، وهي تأتي بالخير وتأتي بالشر، مأمورة، لا يجوز سبها أما لا يجوز سب الدهر. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن نستخدم ماء زمزم في الطبق والاغتسال من الجنابة؟ لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك، أنه لم يرد نهي عن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عين عين سين يقول: إمام الحي عندنا أراه في صلاة العشاء يقرأ من طوال المفصل أو من أواسطه ولا يقرأ من القصار شيء، هل فعله صحيح؟ هذا خلاف السنة. السنة أن الإمام يخفف من المأمومين ويقرأ في الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، ويقرأ في البواقي من أوساطه، ألا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يقول: نسمع من بعض الناس من يقول بأن الوفاء بالوعد ليس بواجب، ما حجة هذا القول إذا كان صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث آية المنافق فقال: وإذا وعد أخلف؟ الوفاء بالوعد هذا سنة عند جمهور أهل العلم، ذهب بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوبه، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق أنه إذا وعد أخلف. الجمهور على أن هذا للكراهة، والظاهر من الحديث أنه للتحريم. نعم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يسأل ويقول: المار على المقابر هل يشرع له الدعاء الوارد، وما هي الصيغة الواردة في الدعاء؟ نعم، إذا مر بالمقابر فإنه يسلم عليهم ويدعو لهم، كما في الحديث أنه يستقبلهم بوجهه ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، ما المقصود بهذا؟ هذا من قول نوح عليه السلام لما طال نصحه لقومه ولم يقبلوا، فهو أدى الواجب عليه ونصح لهم، أما إن كانوا كتب الله عليهم الضلال فلن ينفعهم النصح، لأن الله قدر عليهم ذلك بسبب كفرهم وعنادهم عقوبة لهم. هذا معنى قوله: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم بهذا الشرط، وإلا فالنصح ينفع بإذن الله، لكن إذا تعصب المنصوح وأبى أن يقبل النصيحة إن الله يعاقبه بحرمان قبولها بعد ذلك. نعم. هذا يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر في عصرنا الحاضر بواسطة طائرة وحدها، علما بأن شروط أمن الفتنة متوفر وفيها مجموعة من الركاب بسبب وجود من يوصلها إلى المطار ويستقبلها في المطار؟ هذا كلام يقوله بعضهم لكنه خلاف السنة وخلاف الحديث الصحيح. حديث عام: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، سواء في طائرة، في سيارة، في باخرة، على بعير، على قدميها، لا بد من المحرم، لأن لو عرض لها عارض فإنه إذا لم يكن معها محرم عليها خطر. وأيضا الفسقة إذا لم يروا معها محرما يحميها ويدافع عنها تسلطوا عليها وتابعوها. المحذور موجود في أي مكان، يعني في أي وسيلة من وسائل السفر، وعموم الحديث ما الذي يخصصه؟ أيضا قولهم إن محرمها يستقبلها، محرمها يودعها في المطار ومحرمها الثاني يستقبلها، نقول: لو انصرفت الطائرة، وكثيرا ما يحدث هذا، لو انصرفت الطائرة عن مسارها لعارض من العوارض وهبطت في مطار آخر، من الذي يستقبلها؟ هل تضيع المرأة وهي ضعيفة؟ أين تذهب؟ أيضا لو مرضت في الطائرة، أصيبت في الطائرة، من الذي يتولاها ويحملها ويدعو لها الطبيب ويلازمها؟ هذه كلها، هذه أمور كلها واردة ويخشى منها، فلا بد من وجود المحرم مع المرأة في السفر على أي وسيلة كانت وفي أي زمان كان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حساب الزكاة، يقول: إذا بدأت العمل ولم أتسلم الراتب إلا بعد 6 أشهر، فمتى يبدأ عندي الحول للزكاة؟ هل هو من وقت تسلمي للراتب أو من وقت الاستحقاق؟ من وقت الاستحقاق. الراتب إذا دخل في ملكك واستحققته ولو تأخر قبضك له، إن الزكاة تجب في وقت استحقاقك له، وإذا قبضته تخرج الزكاة منه، وهذا الوجوب، الوجوب من حين تملكك للراتب.
وأما الإخراج عند تمكنك منه وقبضه من الجهة المسؤولة. نعم. أحسن الله إليكم، من أوتر قبل النوم ثم قام قبل الفجر وأراد أن يصلي، يصلي والحمد لله ما تيسر له يكتفي بالوتر الأول، ألا يكرر الوتر؟ نعم. هذا سائل يقول: أيهما أولى بالابن، أن يكون قريبا من والده في نفس المدينة ويباشر خدمته، أم يشتغل ببعض القرب المتعدية النفع حتى لو اضطر إلى الإقامة في مدينة أخرى، لا سيما أنه من كسب أبيه وسينال الوالد من البر شيء العظيم؟ البر لا يعدله شيء، البر بالوالد لا يعدله شيء، ولكن إذا كان الوالد يستغني عن ولده، عنده من يخدمه ويقضي حوائجه، وسمح للولد أنه يذهب ويطلب الرزق، فلا مانع من ذلك. ولكن مهما أمكن أن الولد يقوم بالبر والده، يباشر هو البر بوالده، هذا أحسن بلا شك. نعم. يسأل عن حكم مسك القرآن باليد اليسرى. لا بأس بذلك، إذا كان الإنسان على وضوء فلا بأس بذلك، ولكن الأولى أن يمسكه بيده اليمنى. نعم. ما حكم من حفظ القرآن ثم نسيه، إما بسبب الذنوب أو الاشتغال بالدنيا؟ أنه نعمة زالت منه، وأما أن هذا يحرم فلا يحرم، النسيان ليس باختياره، ولكن زالت هذه النعمة بسبب تفريطه وإهماله، عليه أن يستدركها ويستذكر القرآن ويحافظ عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: من عادتنا قيام ليلة النصف من شعبان، حيث قرأنا بعض الأحاديث الواردة في فضل هذه الليلة، فما الصحيح؟ مأجورين. الصحيح أنه لم يثبت في فضلها شيء، وإنما هي كسائر الليالي، من كان من عادته أن يقوم من الليل فإنه يقوم في ليلة النصف من شعبان وغيرها، أما من يخص ليلة النصف من شعبان بقيام أو يوم النصف بصيام، هذا من الابتداع في الدين، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم سباب وشتم الميت، وهل هذا يؤذيه أو له تأثير عليه؟ بلا شك إن هذا لا يجوز، لا يجوز السب والشتم للإنسان ولو كان حيا، لا يجوز هذا، والميت من باب أولى. وقد جاء في الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل يا فضيلة الشيخ عن الكسب الحلال، ما أثره على الإنسان وعلى أولاده؟ أثره أنه سبب لقبول الدعاء من الله عز وجل، وأنه يغذي تغذية طيبة ويقوي على طاعة الله عز وجل، وأيضا الأولاد يتربون على المطعم الحلال والمكسب الحلال، يكون ذلك معينا لهم على طاعة الله وعلى البر بوالديهما. نعم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: ما حكم هجر الزوجة لمدة عامين؟ هذا الزوج لم يراجعها ولم يقوم بالنفقة على أولادها، ما الحكم؟ مأجورين. هذا حرام عليه وظلم، هذا ظلم وحرام، لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته هذه المدة، هذا له حكم المولي، يطبق عليه حكم المولي، إذا مضى 4 أشهر يوقف بطلبها، يوقف بطلبها ويلزم بالنفقة عليها وعلى أولادها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها السادة على تواصلكم معنا في برنامج نور على الدرب، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.